قلت لك صعب قوي ان سراج يعمل لنا ويدينا نسخه من الورق اللي معاه. قلت لك بصراحه عنده حق، ما الورق ده فيه حياته. انت هتصعبط يا شكري، هتصعبط. مش انت اللي لحيت عليا ان المقابله دي لازم تتم وهي تم، طلعت في الاخر انها ملهاش اي فايده. ملهاش اي فايده ازاي؟ بالعكس بقى يا متر، المقابله دي ليها فايده وكبيره قوي، بس هتبان بعدين مش دلوقتي. انت قصدك يعني الوعد اللي احنا خدناه من سراج انه يدينا نسخه من الورق اللي معاه بعد ما يخرج؟ بالظبط كده. واللي ما عرفناش ناخده النهارده يا متر هناخده بكره. انت فاهم بقى ان الجراح هيسيبه كده بعد ما يخرج ويبقى تحت ايديه وياخد منه الورق؟ صدقني هيفرمه. سراج واعي ومتودك ومش ممكن يسيب نفسه ابدا يبقى لقمه طريه في بق الجراح. اسمع يا حاوي، وبكره تشوف. انا متاكد ان سراج بعد ما يهرب هيدي لنا نسخه من الورق ده عشان نحمي نفسنا ونحميه هو كمان. بلاش نسبق الاحداث، بعد ما عمليه سراج دي ما تتم على خير هيبان، كله هيبان. بس المهم بقى ان احنا نفضل طول الوقت باينين ان احنا رجاله رفيق، لان لو حس باي حاجه هيضيعنا. يا سيدي ما تقلقش، كل حاجه هتتم على خير باذن الله. ما تقلقش نفسك وتقلقني معاك بقى يا حاوي. بالنسبه بقى للجراح، خليه نايم من ناحيتنا لغايه لما يبقى في ايدينا اللي نلعبه بيه. الا بالحق، ما قلتليش عملت ايه في حكايه بسمه؟ ايه ده؟ انت ايه اللي فكرك بيها دلوقتي يعني؟ على العموم اطمن، البنت عقلت وانت قرشين كده تخلص بيهم حالها. خلي بالك يا حاوي، لا البنت تكون بتلعبك بالورق العرفي اللي معاها. ورقة ايه يا شكري؟ ورقة ايه يا حبيبي؟ الورقة معايا أنا، في مكتبي أنا، في خزنة مكتبي أنا، فهمت؟ الله عليك يا حاوي، الله، طول عمرك واعي. بس ورق زي ده يا راجل كان المفروض تقطعه أو تحرقه عشان تخلص منه. شوف يا شكري، شغلانتي دي علمتني إني أحتفظ بأي ورقة حتى لو كانت ضدي، يمكن أحتاجها في يوم من الأيام. وبعدين أنا موجودة، لا بتاكل ولا بتشرب، أنا خسران إيه؟ والله يا حاوي أنت مدرسة، ومخك ده يوزن بلد. أمال يا ابني؟ أنا الحاوي، الحاوي، أنت بتنسى؟ لا لا ما بنساش، بس أنت مش أي حاوي كمان. أمال أنا بحبك من شوية. حبيبي. تعالى تعالى.